احنا عشان نفهم اكتر ونتكلم اكتر عن هذا النجاح لهذا الاكتتاب بينضم لنا الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجيه. برحب بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك فندم، واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بيك. احنا محتاجين نتعرف اولا على يعني اسباب هذا الطرح، المستهدف كان قد ايه من طرح هذه الصكوك الاسلاميه، وهل غطى الاحتياج الاني ليه؟ هو اولا طرح الصكوك السياديه الاسلاميه ده كان يعني ضمن خطه الاصلاح المصريه اللي تم تقديمها الى صندوق النقد الدولي، وكان هناك اتفاق ان مصر تطرح خلال عام 23 ويمكن حتى منتصف عام 24 طروحات صكوك سياديه في حدود 3.5 مليار دولار. ده جزء لسداد الفجوه التمويليه الموجوده في الدوله المصريه. طب التلاتة ونص ده أول طرح مصر يمكن تدخل هذا السوق، وهو سوق كبير بالمناسبة، وكثير من الدول بتدخل فيه، يمكن أكبر دول العالم يعني طرحا للصكوك السيادية الإسلامية هي دولة ماليزيا، ثم دولة سنغافورة، ثم دولة الإمارات العربية. طيب الطرح ده النهاردة 1.5 مليار، هو هدفه أن يتم جذب تمويلات في حدود 1.5 مليار لإقامة مشروعات تنموية داخل الدولة المصرية. الصق يعني برضه للإيضاح، يعني كان المستهدف الحصول على 1.5 مليار دولار، وبالفعل حقق المستهدف منه هذا الطرح. يمكن احنا زي ما حضرتك تفضلت وقلت، الطرح اللي تم طرحه او الصكوك اللي تم طرحها هي غطت يمكن اربع مرات، وده طبعا نتيجة ان احنا بندي فايدة جيدة. ايضا النقطه الثانيه، النهارده السوق العالمي يعني بيبقى متعطش لمثل هذه الاصدارات، لان هذه الاصدارات تعني ببساطه انها مضمونه بضمان المشروعات التي يتم تمويلها، وبالتالي ان النهارده هذه الصكوك يعني الحاصل على هذا الصك هو عارف الفلوس بتاعته اللي دفعها رايحه في اي مشروع، وعارف حجم الايرادات وحجم العوائد من هذه المشروعات، وبالتالي هي بتحقق لي نوع من انواع المكاسب اللي سوف تعود عليه بأفضل من الأسعار العالمية حاليا. تمام. وبالتالي النهاردة الدولة المصرية قامت بالطرح. طبعا كان هناك استعانة ببعض البنوك اللي بيطلق عليها بنوك الاكتتاب، وهي مجموعة من البنوك منها بنك أبو ظبي وأيضا بعض البنوك الأجنبية، وكان الهدف منها أن يكون ديت كمستشار لعملية الطرح الأولي اللي مصر طرحته، منها سيتي جروب وكريدي أجريكول وبنك الإمارات وبنك أبو ظبي. كل هذه البنوك هي كانت وظيفتها انها تكون بمثابه الوسيط الذي يتم تحصيل الحصيله الدولاريه التي سوف تاتي للدوله المصريه، وهي بتقوم بعمليه الاكتتاب عن طريق هذه البنوك. طيب حضرتك قلت لي ان المستثمرين بيبقى عندهم اقبال ورغبه على مثل هذه النوعيه من الصكوك، ليه؟ لانه النهارده السوق العالمي نتيجه نظرا لزياده الفايده او سعر الفايده الدولاريه على الدولار الامريكي في البنوك والبنوك الامريكيه، وقيام البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي برفع الفايده النهارده وصلت ل 4.75 ومتوقع انها تزيد الى 5.5 خلال الايام القادمه، فده معناه ان هناك تحالف ان انا عايز اوصل لمكاسب اكتر. طب انا اوصل لمكاسب اكتر عن طريق ايه؟ عن طريق الصكوك الاسلاميه او الصكوك السياديه اللي بتصدرها الدول، ده تعني ببساطه انها صك امن بيقوم على مشروع وعلى دراسة جدوى متأنية لمشروعات محددة لها عوائد، وبالتالي بيبقى هناك ثقة لدى المستثمر سواء كان فرد أو شركة أو صندوق سيادي أن يدخل لهذه المشروعات ويقوم بتمويلها عن طريق الصكوك، لأنه في الآخر ضامن أو يعني عنده قيمة هذا الصك بتضمنه الدولة، وعنده عوائد من دراسات جدوى بتحقق ليه نفس العوائد اللي بتقول اللي سوف يتم الحصول عليه. وبالتالي معظم الصكوك التي يتم طرحها على مستوى العالم يعني بتلقى قبولا وإيجابا من المواطنين ومن الشركات والتمويلية أنها تقوم بضخ أموال لمثل هذه المشروعات. طيب بعد النجاح يعني في طرح هذه الصكوك الإسلامية لمصر، هل من المرجح أن يتم طرح جديد خلال الفترة القليلة القادمة؟ لا، وخلال الفترة القليلة القادمة يعني أعتقد أنه مستبعد، لكن هيكون ممكن في النصف الثاني من عام 23 أن يكون هناك طرح آخر برضو لمجموعة من المشروعات، أو طرح لصكوك سيادية بتتخذها برضو الدولة
بهدف زي ما احنا قلنا في الاول، انا عندي اتفاق مع الصندوق النقد الدولي ان انا اوفر 3.5 مليار في حدود 3.5 مليار دولار عن طريق اصدار صكوك سياديه، زي ما انا عندي جذب او يعني خطه، او الدوله المصريه لديها خطه لجذب استثمارات اجنبيه وعربيه في حدود 40 مليار دولار خلال الاربع سنوات القادمه. كل ده هدفه ان انا العجز اللي جاء نتيجه في الدوله المصريه، نتيجه الازمه الروسيه الاوكرانيه، نتيجه التضخم الموجود في مستوى العالم، ارتفاع فاتوره الاستيراد، كل ده كان لازم يتم تخطيطه. فخطه الحكومه يمكن تم الاعلان عنها بشفافيه واضحه منذ اكثر من شهر. دوله رئيس الوزراء في اجتماعاته قال والله انا عندي خطه في اطروحات اللي هي 32 شبكه، سواء كان في البورصه المصريه او لمستثمر استراتيجي، وعندي خطه اصدار الصكوك السياديه اللي تم اول طرح منها 1.5 مليار، وكده متبقي لينا 2 مليار دولار، ممكن يكون خلال الفتره القادمه او النصف الثاني عندنا مليار دولار هيتم طرحه، ومع النصف الاول من عام 24 يكون عندي طرح ايضا بواحد مليار دولار. لكن خلينا نقول ان هذه المبالغ التي سوف تاتي الى الدوله المصريه بيتم استخدامها في مشروعات تنمويه تحقق عائد. طب هل العائد ده هيغطي؟ اعتقد من قام بدراسات الجدوى عندهم يقين ان العوائد الخاصه بهذه المشروعات هتحقق الفائده التي سوف يتم سدادها للمستثمرين الاجانب واللي هم يعني اكتتبوا في هذه الصكوك. تمام. انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا دكتور حبيب. عبد المنعم سيد مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجيه، شكرا جزيلا.